قوي في سماء الفن يا رب. يسمع من بقك ربنا، 5 رقصات 6 رقصات اروح انا فرح فيهم. روحهم كلهم يا واد. اطلع من ده خش على ده، اطلع من ده خش على ده. انت خلاص بقيت مطرب كبير قوي ومطلوب والدنيا كلها عايزه، وهم غصب عن عينيهم يقعدوا يستنوك. ما تبقاش عبيط يا ولد، اوعى حد يستعبطك. الاتفاق كله هيبقى معايا انا. الفلوس هتبقى معايا انا، اوعى. دي مش عربيه كده، لا يا حبيبي ده مغنى. مغنى. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 لا، احنا شمال بس لحسابنا، ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذه؟ لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكره. ما تشوف يا أبلة العلم مستشيخة يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل العريانة. اقعدي يا أبلة، اقعدي اشربي حاجة وخلي إبراهيم يحللك الموضوع. أخ جاني طاعون، ده أنا نسيت إنه سابك ولا مؤاخذة وراح يشوف سكته في حتة تانية. سوري. هي الأبلة كوريا الشمالية ولا الجنوبية؟ تصدق يا أخ مروان، أنا أحب مصر. لا مو بس أحبها، أنا أعشق مصر. لازم بالسنة مرة مرتين لازم أزور مصر، أتمشى بشوارعها، آكل بمطاعمها، أركب فلوكة في النيل. لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي، كل الناس عميان وأنت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ جاسم، خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي أنت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي. يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. ما جيب لك كاش منين؟ خلاص انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. انا شايفه على فكره ان الولاد الصيع دول كلامهم صح، يعني ممكن يكون حرق المحل ده بسبب المكان ده كلهم متخلفين وفالجر ولا بيفهموا في لونجريهات ولا موضة ولا الحاجات دي أصلا. مش مهم اللي حصل ده، خلونا في مشكلتنا الأساسية دلوقتي، نجوان في مصر، وجودها هنا ممكن يحللنا حاجات كتير قوي. أنا عايزة أروح أضرب نجوان واشرب من دمها، عايزة أخنقها بإيدي دول وفيش غلي منها. جدعة وانت جول. جول إيه وجدعة إيه؟ خلونا نفكر كويس يا إخوانا، مروان ده هو راس الأفعى، نجوان دي للأفعى. عشان نمسك مروان لازم نمسك دي للأفعى الأول اللي هي نجوان، ونقطع راس الأفعى اللي هي راس مروان، خلصنا منه يبقى نرمي الديل. ايه يا اختي جاوبني انت الحيوانات اللي بيحكي فيه ده؟ افهم يا كوريا، افهمي او طالب بيه قصده يقول ايه؟ ان احنا لو رحنا للست نجوان وقفشت مننا قرشين كويسين هتقول لنا على طريق اللي اسمه مروان ده. طب ما انت كده خال جبت الزيتون. الزيتونة؟ التايهة يعني. افهمك انا، يعني فعلا برضك اللي اسمها نجوان دي بعتك عشان خاطر الفلوس، يبقى برضك هتبيع طليقك وتشتركي من تاني عشان خاطر الفلوس، مش محتاجه نفس خصوصي عشان تفهميها. يعني مهما ادينا لها فلوس مش هتقول على حاجه، دي بني ادمه خاينه وحقيره، خانت صاحبه عمرها اللي اتربت معاها. خلاص يا بنات سيبوني بقى، انا هعرف ازاي اتصرف مع نجوان دي. انا عايزه زيتون. عينيا حاضر، هجيب لك زيتون كلاماطه يجنن. ما يعني ايه كلماطة؟ يعني اللي كلو ماطة. تعال خدي خدي عجلة شوكولاتة. بتتحكي على اخواتك بحتتين شوكولاتة بخمسة ستة جنيه، وسايبة الفلوس والملايين برة، جاية تجر خبتك وراكي. لا شوفنا حاجة من اللي برة مصر ولا اللي جوه مصر. لازمته ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي بعتي الناس اللي كانوا شارينا بالغالي، بعتيهم انتي بالرخيص؟
شردتي من توم الغلبان، خليتيها يا حبة عين أمها هربانة زي المجرمين وقتالين القتلة وتجار المخدرات. ليه؟ لكنتي على أبوها عيشته قطبته هتعطي عيشها، وفي الآخر هديك غرقانة أهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بإيه من ده كله؟ إيه يا ماما؟ هو أنا ملياش نفسي إن أنا أبقى بني آدمة زي الست هايدي ولا إيه؟ زيها في إيه؟ زيها في إيه؟ ما البنية كانت بتعاملك زي أختها وأكتر. زي أختها وأكتر إزاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمة؟ ولا لما كانت بترميني بقية أكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعة وبتعاملي على أساس إن أنا بنت الشغالة بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتأسف لي كده بتمثيل؟ أنا عمري ما هنسى، وأنا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر يا بنتي، جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعه ما كانوا مخطوبين وهو بيقولي ان انا احلى منها. انت عارفه هما كانوا بيرقصوا مع بعض، عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعه ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما؟ انا بني ادمه وحبيته، ما انا طول الوقت متعوده باخد الحاجه اللي الست هايدي استعملتها. جت على مروان يعني؟ انت تقدم لك الدكتور ناك، هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مره من سي مروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبه لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا، وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي يا اختي بتاع، انا عايزه غنوه فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي هاتي هاتي، حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني، اسمعي دي حلوه. لا انا عايز اركب الحنطور. حاضر حاضر، استني واتحنطر اهو، واركبوا الحنطور. امسكي الباب بيخبط. واتحنطر واتحنطر، واركب الحنطور واتحنطر. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور واتحنطر. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، انا عاوز اقولك اني مكثف البحث اول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقوا لك المحل. ميرسي، متشكره قوي، مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، هو بصراحه انا اللي عاوز اقولك ايه. انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقه عليكي، يعني المكان هنا والحارة، حتى محل اللانجيري اللي انت فتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس انا كويسة ما اشتكتش من حاجة يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيش معاه بطريقة طبيعية. انت صغيرة وجميلة، التجربة اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجة هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ أنا بحبك وجاي النهاردة عشان أطلب إيدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا أبلة هاجر، وحشاني. خير؟ إيه اللي خير يا أبلة؟ إيه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ أنا عايز أكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف إيه بقى إن شاء الله؟ كشف، كشف على قلبي يا أبلة، قلبي بيوجعني يا أبلة. بعد الساعة 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، ألا أم بالصبح ألا أم بالليل، ألا أم بالصبح ألا أم بالليل. من الآخر يا أبلة كده، عايزك تقسهولي ب 800، تشوفي لي درجة حرارة الحب بتاعتك وصلت لغاية فين. تعبان يا أبلة تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش،
وبعدين احنا متفقين ان مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز اخويا. وماله أبلة؟ نتقابل ونتفق على كل حاجه. أبلة انا عامل لك مفاجاه تخص مستقبلنا، بس أبلة مش هينفع كلام في التليفون، نتقابل بره ربنا يخليك. ماشي يا سوكا، بس هي مره واحده بس. عينيا الاثنين وان فورز اجيل، ثانيه واحده اتحزن واجيلك اروح البس. خلاص هستناك بكره في المستشفى. هقابله بكره التتا، وبعد بكره التتا، هقابله بكره التتا، وبعد يا لهوي يا امال احمد يا عم. خلاص بطلت سهوكه وحسوكه يا اخويا وقله ادب وتجرمه في التليفونات. احمد بقى كده اهوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. ايوه ولا الوقت احنا فيه ثلاث افراح عربينه معايا اهو. فين العربون؟ ما هي الحمد لله فين. طب معايا في الحفظ والصون، ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا، ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينه معايا انا برضه، ما تخافش على فلوسك، فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما. نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما، وليه الافراح؟ لا ياما، انا عايز اتوب يا ربنا، توب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا، البحر يحب الزياده يا ولا. بقول لك ايه، اصبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربيه الكبده، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا، يا ولا لا لا، اعمل لي سندوتشين يا ابني. يا اختي قولي صباح ولا مساء ولا اي حاجه كده ولا كده يا اختي. بقول لك يا ام سوك، انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اخوك. الدنيا حلوه بتغني اهي، والدنيا ربيع، والجو عبد السميع، احلى سندوتشيل، احلى كوريا. بتغني معاك انت سوكا، معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكا، محروقه قوي، مش ههدى ولا ترتاح لي جتا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جمالات دي. قاعده عندي وفي حمايه، يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تعلم عليا قدام خليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا، احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعه ومرقعه ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب، ما ينفعش حد يخش غريب حارق كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزقهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى سوك، بقى الباقي بعدين. بقول لك يا اسطى عيب يا اسطى، يعني بعد رزلت امبارح وبرضه ما بتردش الصباح، انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب طيب اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوه عزيزه بهوات. الله الله الله، انت ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، نايم ايه، انا بس كنت مريح الشزلون شويه. يا عم بقى تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، ما وحشتك بقى. نجوان؟ نجوان مين وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان بره مصر. انت هتستعبط يا جدع انت، ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلاك على باب البيت تحت. اهدى مال يا حاج ابو نجوان، البشمهندس طارق ما يقصدش، احنا جايين بس علشان نقابل الست نجوان، ناخد منيها كلمتين ونتوكل على الله، ويا دار ما دخلك شر. بسيطة، الباشا يديني الخمسة مليون لحلوح اللي اتفقنا عليهم، وانا اديكوا الورقة اللي فيها علوان نجوان في اليونان، وتروحوا تسألوها زي ما انت عايزين. لحلوح ايه واليوناني وكلام فارغ بتاع كده؟ انا عارف مكان نجوان وهقوم اجيبها. اقعد هنا، البيوت لها حرمة. لو هوبت جوه هكسر رجلك. عيب يا راجل، احنا ضيوفك، ما حبوله تعمل معانا كده. طب اتفضلوا على الله من هنا بقى لحسن اصور فيها قتيل اللي لا لا، انت اتجننت ولا ايه؟ يهبت منك جن لما يلخبطك. عيب يا باشمهندس. السلام عليكم، نتوكل على الله. يلا نتوكل على الله. عيب. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا سيدي. السلام. اتفضل. حاضر. انا محترمك قدامهم عشان فيك شبه كبير من امي. بالسلامه. عرفوا منين انك هنا؟ وانا ايش عرفني؟ يمكن عن طريق المطار او عن طريق اي حد من معارفهم ما هم واصلين. بس انا كده مش هينفع ان انا اقعد هنا كتير. هتروحي فين؟ انا معايا شويه فلوس، اروح اخد شقه مفروشه ولا اوضه في لوكاندا، اي حاجه بقى. هو انت معاكي فلوس؟ اخوكي اشفر ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقول لي الصراحه راحه يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع، العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثة سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطة، ما بالك بقى لو انت بايتة معانا.
طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي وكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. اه والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو نعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي انت يا ست نوال مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبيلي نفسك، وما كنتش هدخلك العرب جوت تالنت ما بقاش انا تعبان. انتوا ايه؟ انت هرجوا صح؟ نهارك ازاي يا سعاده البيه؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذة مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربي احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضو شكرا عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا، اتفضلوا. احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين مين دخل مصر ومين خرج بره مصر، ومفيش حاجه بتعدي علينا. وهايدي هتتجاب يعني هتتجاب، فلو بتحبوها قولوا لها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضيه. شرفتونا. خد جرب. ما تجربي انت تفوقي وتعيشي زي البني ادمين، دي مره واحده مش تخسر حاجه. قلت لك ماليش في الحاجات دي. يلا بينا بقى، انا زهقت من قعده البيت. انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ده هيخليك مبسوط. ايه ده يا مجنونه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايزه ابسطك؟ تبسطي ايه وزفتي ايه؟ فوقي بقى لنفسك، اصحي كده مش هينفع. نعم يا اختي، طلبك للجواز؟ سبحان الله، دنيا غريبه يا ست هايدي. شوفي طول عمرك بتهربي من البوليس ومن الشرطه ومن الضباط، وفي الاخر ظابط يجي الكلب يتجوزك يعني. يا بنت تتجوزيه؟ انا هجوزك اسم النبي عشو سعد ابني، طول بعرض قمر 14 وبيحب البيض. دي خالتي هي اي هيصه؟ استني ونام دلوقتي عايز افهم. انت رديتي وقلتي له ايه يا ست جولي تحفين؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له سيبني افكر. يا نهارك اللي شبهك تفكري؟ ده انت كده ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. لا بقول لك يا خال، انا لغايه كده وما اعرفهاش، انا كده شلت كتير. نعرفها نعرفها. البنت دي اوفر اوفر، مفيش فايده. لا يا حبيبتي مش هتجوزه اكيد، بس ما ينفعش اقول له لا كده مره واحده عشان ما يشكش. مش حضرتك اللي قعدتي تقولي لي ما تهربيش منه عشان ما تخليهوش يشك وادخلي عليه كده بصدرك وكل الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شايفه وسامعه الكلام الزين؟ ما شاء الله عليك يا ست هايدي. هو ظابط صح؟ عرف اللي يقرفك. صح صح. اتفضلي سلطس جلتك. على ماما يا جولي. ليه؟ لو انا مش عارفه انا بكلم مين؟ بقول لك ايه؟ الحلوه النواعم مايله للواد وعينها منه، لولاش بس الظروف اللي هي فيها دي كان زمان قالت له خدني في حنانك خدني. اه وافرضي يعني انت مالك؟ هو انا يعني مش من حق احب واتحب بعد كل اللي انا شفته؟ بعدين الراجل مش عايز مني اي حاجه وعايز يقف جنبي باي شكل، مع انه ولا يعرف انا مين ولا اصلي مين. سامعه يا كوريا؟ شايف التفكير الزين؟ لازم تاخده بالسياسه وبالفقاقه. وبعدين كويس، ماله الظابط؟ ظابط وماله هدومه؟ كويس انه ظابط وهيتجوز.